سعيد بزاف للمشاركه ديالي في الدور العاشر من مهرجان كافتو مازاغون. كنشكر المنظمين على الاستضافه والحفله دازت في ظروف زوينه والجمهور كان متحمس وصافي شي لك. ايوا اش نقول لك، الحاجه اللي مغربيه راه باينه مغربيه يعني بدون نقاش. المغرب عنده تاريخ في بزاف ديال الميادين، وكنظن ان التاريخ ما كيكذبش. انا تلبس عادي يعني، كرتاح لشي حاجه تلبسها يعني، ما يعني ما كناخذش بزاف ديال الوقت في هادشي. انا كنصور دابا مسلسل عزيزتي الحياه من اخراج ياسين فنان، ومشاركه بزاف ديال الممثلين الكبار، وان شاء الله نكون جسد الدور كما يجب ان شاء الله. جديدي واغنيه ان شاء الله مغربيه 100% كلماتي والحاني، ترقبوها قريبا ان شاء الله. واحد المحتوى ديالي انا ما يعني فنان يعني، خصني نقدم الفن وكنحاول نطلع الجمهور ديالي نتواصل معهم بالجهد اللي نقدر عليه وصافي شي لك. الحمد لله 2022 دازت كالم، الحمد لله ما كانت شي مفاجاه، ودازت زوينه بالمنتخب ووليداتنا اللي شرفونا في قطر شي لك. واحتفلت ما كذبش عليك، شحال ما فرحنا هذه الفرحه هذه، والحمد لله الدراري فرحونا وكانوا في مستوى وخلوا التاريخ، كتبوا التاريخ باسم المغرب. ان شاء الله اذا كان شي حاجه مناسبه ان شاء الله، وكلمات اللي يكونوا راقيين ان شاء الله علاش لا. كنوجه لهم تحيه، كنت كنتسناو جديد يا الأمير إن شاء الله. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.